اليوم باش نحكي لكم على قصد أربعة مكفوفات شبابهم فناوه في لازارات في سوسة، وين كانوا يخدموا في معمل فيها البلاصة وين يتيح الليل يباتوا في مساكن في نفس البلاصة، زادة مساكن عدوا فيها صغرهم ومراقتهم وتعرفوا في الجهة، وسكان الحي الكل يقدموا لهم يد المساعدة وين يقصدوهم. لمان اللي حسوا في هاك الوقت ما دامش، في ليلة من ليالي أكتوبر 2013 جاتهم قوة عامة وخرجتهم في ظلام الليل بالقوة وبطريقة وحشية على حد تعبيرهم، ورماتهم المصير مجهول في الشارع والسبب لليوم مجهول، وما بقى شاهد على الحادثة كان أطلال هالمعمل ومساكنهم اللي تهدت. احنا نسكنوا من عام 70 في الليزارات، نخدموا غاديكية ونسكنوا ومعناها على البلاصة حتى 2013 جاونا قوة عامة خرجتنا ما نعرفوش علاش جاتنا في الخمس قبل الخمسة تاع الصباح، ناس راقدة ناس تصلي ناس كذا، خرجونا ما عناش عارفين علاش. احنا هذيك ناس ايتام، ناس نلقطوا في خبزتنا عايشين في ميكية ما عناش وين نمشيو، اصبحنا توا كل واحد في بلاصة ضايعين كارين كل مرة في بلاصة. بين ليلة وضحاها لقاو أربعة مكفوفات بعد 43 سنة إقامة في اللازارات، رواحهم في الشارع وهم في أمس الحاجة لشكون يعاونهم. فضل ناس الخير كراو دار وتجمعوا فيها وحاولوا يتأقلموا مع وضعهم الجديد اللي ما كانش بعيد على بعض المخاطر. احنا أربعة بنات لا واحد فينا يرى، كلنا مراوش، والدار هذية من غير كلوتير ومن غير حاجة تحمينا، والله العظيم يسكننا فيها ما يجي الجمعة، والطفلة جات باش تمشي لبيت البانو دخلت ديريكت في الدروج، هبطت تتكركب من الدروج، طحنا تفجعنا عليها. أنا يعني عندي السكر من الفجعة اللي جاتنا، القوة اللي جاتنا للمعمل ركبني السكر من الفجعة هذيك، وزادة كملت علينا هي كي طاحت الطفلة، خفنا عليها. اليوم هالمكفوفات الأربعة مطلبهم الوحيد دار تلمهم وتمكينهم من 150 متر مربع في أرض لازارات، كان من حالهم الاتحاد الجهوي للمكفوفين بموجب محضر جلسة عقدت للغرض لاستغلال قطعة هالأرض وبنائها. هما ما غير ما استغلوه وما عملوا حتى فيه حتى شيء لحد الآن. تعطيونا 150 متر اللي قلتونا عليها كالاتحاد الجهوي للمكفوفين ونبنيو فيه ونسكنوا، احنا ما نحنش باش نعيشوا قد اللي عشناه، وبعد يدبروا واش متصرفوا. هذوما معناها واعدينا باش نسكنوا فيهم كاتحاد الجهوي قالوا لنا عليهم الاتحاد الوطني باش نسكنوا فيه البلاصه هذيك ونقعدوا حتى لين معناها الاخر العمر. توجهنا للاتحاد الجهوي للمكفوفين اللي اكد لنا حقيه المكفوفات في قطعه الارض اللي مساحتها 150 متر مربع، لكن في المقابل افادنا بصعوبه التنفيذ نظرا لافتقادهم لشهاده ملكيه، وانه الاتحاد الوطني للمكفوفين مازال تحت تصرف مؤتمن عدل وحمل بلديه سوسه المسؤوليه وطلبها بالتوضيح حول اخراج المكفوفات من هالمكان. ما احنا 650 اللي اتوضعت على ذمتنا صحيح، لكن الترخيص حتى في استغلاله كبناء ما لحد الآن ما تمكناش منه أول شيء، ثم أن 625 ماهيش المنطقة اللي هي كي تدخل المركز النسيج على ديك اليمين، هي في كوان بعيدة على كل شيء، وبالتالي اللي احنا نأسف اللي صار ليه اللازارات من تخريب وتهديم دون إحداث برنامج مسبق، يعني البلدية المفروض مادام هدمته تكون عندها مشروع جاهز. احنا ما عندناش حق الملكيه، حق التصرف فيه. احنا اقترحوا علينا فيما قبل 2010 2011 اخراج هذوما، ولكن رفضنا باش نكونوا واضحين. قلنا اذا كان انتم المالكين تنجموا تخرجوا البلديه، اما احنا كاتحاد مكفوفين ما هي حق باش نقوموا، اولا هم مكفوفين واولادنا ومنظورينا واجبنا باش نحميهم. والنقطه الثانيه هو باي حق انت تملك وانا نخرج؟ يعني كان نرجع للعبارة العامية باش تحب تهز النار بيدي أنا باش الناس يقولوا خرجوا المكفوفين بعضهم؟ لا يقبل. البلدية هو بالأساس هي المالكة، إذا كان ما عندهاش البلدية ما تملكش خلينا نملكوها ونتصرف. قالوا مكفوفين ما يشوفوش، لا حسوا حتى شيء، حتى ربي ما يحسوا.